الكوباية اللي احنا عملناها مع بعض النهاردة دي يا جماعة، ده كوباية معجزة، كوباية جبارة. دي اكتر وصفة جابت مع ناس كتير نتيجة كويسة جدا. يمكن لو انتوا تفتكروا او رجعوا للقناة تاني هتبصوا لو ان انا عملت لكم الوصفة ديت يمكن من فترة بسيطة، وناس كتير شكرت في الوصفة ديت. علشان كده انا قررت ان انا اعملها تاني، ودي اكتر وصفة جابت مع ناس كتير نتيجة كويسة جدا. الحاجة كويسة يا جماعة في الوصفة ديت النهاردة ان انا زودت عليها اضافة كويسة جدا. الاضافة ديت هتزود معاكي يعني فعالية الحرق بطريقة كويسة جدا، وان شاء الله هيبان معاكي الفرق او هيبان معاكي من اول اسبوع هتلاحظي فعلا بنتيجة كويسة جدا. عندك مناسبة، عندك فرح، عندك اي مناسبة، ان شاء الله حاولي ان انت تاخدي الكوباية ديت، وباذن الله خلال اسبوع واحد بس هيبان معاكي الفرق، وهتشكريني وهتكتبولي في الكومنتات. عايزين تعرفوا الوصفة دي عملناها ازاي؟ يلا كده يا جماعه حطوا لايكات كتير للفيديو وشيروه، ويلا بينا نشوف الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كوبايه نسف الدهون. هنعمل ازاي بقى كوبايه تنسف الدهون؟ الكوبايه دي يا جماعه انا عملتها بالنسبه للناس اللي كلمتني قالت احنا عايزين وصفه بتكون في اقل وقت منزله معانا وزن كويس جدا ومنزله معانا الدهون. فانا النهارده اتعمدت ان انا اعمل معاكم الكوبايه ديت بناء طبعا عن طلب. النهارده يا جماعه الكوبايه ديت لها مميزات ووصفات يعني هقول لك جميله جدا. يمكن دي اكتر وصفه جابت معايا ومع ناس كتير نتيجه كويسه جدا، علشان كده انا حبيت النهارده ان انا اعملها علشان برده كل الناس ان شاء الله تستفاد منها. الميزه بقى في وصفتنا النهارده ان هي طعمها جميل جدا وطعمها حلو ومستحب، وفي نفس الوقت مش هتخليك ان انت تاكلي كتير ولا هتخلي شهيتك مفتوحه على الاكل. هتبقى ما شاء الله في اقل وقت، اتحداك خلال اسبوع واحد بس هتنزلي الكمية اللي انت محتاجاها. ان شاء الله يا جماعة هتتابعوا معايا الوصفة للاخر علشان تعرفوا الوصفة عملناها ازاي، لان ده مهم جدا جدا ان انت تعرفي خطوات الوصفة بالظبط وتعرفي المقدار. وصفة انا مش عايزاك ان انت تفوتيها، الوصفة دي هتزود معاك معدل الحرق، كمان فيها حاجات كتير جدا هقولك عليها خلال الفيديو كده واحنا بنشرح مع بعض. يلا كده حطوا لايك للفيديو، تعالوا يلا كده يا جماعة، بس اهم حاجة لايك يا جماعة الفيديو وتشيروه علشان ان شاء الله بنات كتير تستفاد من وصفتنا النهارده، وتشجعوني ان انا ان شاء الله انزل لكم وصفات مدمره زي دي. اول حاجه يا جماعه في الوصفه المدمره للدهون بتاعتنا النهارده ديت ان شاء الله هنستخدم فيها اول مكون طبعا زي ما انتم شايفين كده معايا القرفه. طبعا كلنا عارفين ان القرفه بتظبط مستوى السكر في الدم كويسه جدا، بتسرع معانا معدل الحرق، تخلي جسمك كده ما شاء الله يحرق معاكي بطريقه كويسه جدا. ده طبعا بنقول على قرفه او الدرسين بالنسبه للناس اللي هي بتسميها الدرسين، تمام؟ طيب الوصفه دي يا جماعه ان شاء الله هنستخدم فيها معلقه واحده بس على كوبايتين، علشان ان شاء الله انا هستخدم في وصفتي النهارده كوبايتين، وهقول لكم الكوبايتين دولت انا هستخدمهم ازاي. طبعا بالنسبه يا جماعه للناس اللي هي عندها العيدان، القرفه اللي هي العيدان الخشب ديت هتستخدمها عادي، ما عندناش هنستخدم القرفه الناعمه اللي انت شفتها معايا دي. طيب تاني مكون اللي هو طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو معايا، ده طبعا يا جماعه البن. اي نوع بن عندك استخدمه في وصفتك، مش شرط ان انت مثلا يعني تستخدمي نوع معين، لا استخدم البن اللي انت بتستخدمه على طول عادي. عندك برده اللي هو النسكافيه ممكن ان انت تستخدميه، مفيش اي مشكله. طيب دلوقتي بقى كده هنزل عليهم بكوبايتين ميه مغليه، ده كده يا جماعه انا خدت الميه المغليه، ممكن تحط عليها ميه عادي من الحنفيه مش مشكله، بس علشان يعني تغلي معايا بسرعه الوصفه فانا استخدمت الميه المغليه. طبعا لسه الوصفه مخلصتش اللي فيه مكونات تانية. طبعا انا هستخدم في وصفتي برضو النهارده ليمونه زي ما انتم شايفين كده. الليمونه هنقطعها اهو وهناخدها بقشرها. بالشكل ده طيب تعالوا بقى نشوف المكون يا جماعه اللي بعد كده طبعا، وده احسن مكون ممكن ان انت تحطيه. المكون دوت ده طبعا يمكن بشهاده ناس كتير ده افضل حاجه يا جماعه ممكن نستخدمها في وصفتنا النهارده، اللي هو ورق اللورا او ورق موسى او ورق الغار. لو له اي اسماء تانيه ممكن تكتبها لي برده في الكومنتات علشان برده الفايده تعم على الجميع وناس كتير تعرف الاسامي التانيه. المكون ده يا جماعه ده له سحر لوحده، يعني ده له سحر لوحده في حرق الدهون، ده هيخلي جسمك ما شاء الله يحرق لوحده كده بدون اي حاجه، تمام اهو.
هنقلبها كويس جدا. بعد كده بقى هناخد المكونات اللي احنا حطيناها ديت، بس اهم حاجة هنغطيها وهنحطها كده على النار لمدة 5 دقايق بس كده، على النار هادية خالص، وبعد كده هنرجع لكم تاني. اهم حاجة يا جماعة في الوصفة ان انا اغطيها علشان البخار اللي بيطلع دوت انا عايزة استفاد منه. ده كده يا جماعة الوصفة بتاعتي غليت اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ريحتها جميلة جدا وطعمها مستحب اوي. يعني احنا حتى لو احنا شربناها مش هنحس يعني ان هي لها طعم غريب او طعم مرارة ولا اي حاجة. ده بالشكل ده كده. هنبدأ دلوقتي، بس النقطة المهمة اللي انا قلت لكم عليها يا جماعة، خدوا بالكم ان انتم لازم البخار اللي بيطلع دوت انا مش عايزاه يتبخر، انا عايز استفاد منه. علشان كده انا بقول لكم غطوه، وساعة ما تلاقوا البخار طلعت على هيئة عرق كده في الغطا ولا حاجة حاولوا ان انتم تنزلوها تاني. هنبدأ دلوقتي ان احنا نصفي الوصفة بقى بتاعتنا. طبعا بقى يعني ايه، هنحط كوباية كده عشان خدوا بالكم معايا يا جماعة، عشان لسه ان شاء الله هنضيف مكون تاني. ده كده يا جماعه الكوبايه جهزت معايا وخلاص وعرفنا الطريقه بتاعتها. طيب المكون الاخير اللي احنا هنحطه ايه بقى؟ طبعا ان احنا ممكن نضيف العسل، تمام، انما نحط سكر لا، ممنوع خالص خالص. الناس اللي بتقول طب احط سكر دايت او احط سكر عادي، بلاش يا جماعه، انا ما بفضلش اي نوع من السكريات خالص ان انت تحطها على الوصفه. حابه ان انت تحط مثلا او تحليها مش قادره تشربها مره ولا حاجه، بس هي صدقوني ملهاش اي مرارة، هي كويسه جدا وطعمها جميل وريحتها ما شاء الله كويسه قوي. حطوا بس نص معلقه صغيره خالص من العسل الابيض، مفيش اي مشكله، بس انا من رايي ان انتم ما تحطوش اي نوع خالص يسكر معاكي حتى لو كان عسل، انما لو انت عايزاه بقى للضروره ممكن انت تحط العسل مفيش اي مشكله. طيب دلوقتي بقى هناخد الكوبايه دي امتى؟ ده ان شاء الله يا جماعه ناخدها مرتين اتنين في اليوم. اول مره ان شاء الله هناخدها كده قبل وجبه الغداء، يعني قبل وجبه الغداء بساعه هنكون واخدين الكوبايه دي. خدوا بالكم معايا قبل وجبه الغداء بساعه، ليه؟ علشان تزود معاكي معدل الحرق، تسد معاك الشهية، هتخلي نفسك يعني بمعنى اصح ان انت مالكيش اي شهية خالص للاكل، تمام. طيب المرة التانية هناخدها امتى؟ برضو قبل وجبة العشاء. وبنقول يا جماعة يا ريت الناس تحاول ان هي حتى ما تتعشاش. طب انا مش هقدر انام من غير عشاء وكده وهجوع ومش عارف ايه، هقول لك خدي الكوباية دي قبل وجبة العشاء بساعة. وفي العشاء اعملي ايه؟ في العشاء ممكن ناكل مثلا حتة جبنة قريش صغيرة كده، يعني قطعة جبنة قريش صغيرة، طبق سلطة خفيف، ممكن علبة زبادي على عصرة ليمونة، مفيش أي مشكلة خالص. طيب احنا مش هنتعشى، يكون أفضل وأحسن حاجة نحاول ننام كده مرة واتنين حتى لو احنا جوعنا ولا حاجة. واحدة واحدة كده إن شاء الله هنتعود على الموضوع دوت. أو لو أنت حبيت تتعشي حاول إن أنت تتعشي بدري، تمام. وقبل العشاء طبعا زي ما قلت لك كده اشربوا الكوباية ديت، هتلاحظي في فرق رهيب جدا جدا في وزنك. طيب نصيحة أخيرة بقى يا جماعة علشان إن شاء الله أنهي معاكم الفيديو، بالنسبة للمية، الناس يا جماعة اللي عايزة تخس فعلا بحق وحقيقي أنا بقول لكم اشربوا مية كتير. طبعا شرب المية مفيش بقى يعني مفيش فيه أي مشكلة خالص، المية كويسة جدا، لا هنقول لا بتتعبنا ولا احنا مش قادرين نشرب مية، لا، طول النهار اشربوا مية، طول النهار تقومي من النوم الصبح كده اشربي لك 3 كوبايات مية على الريق، دي أفضل حاجة، من جهة يا جماعة صحية، من جهة بتزود معاكم معدل الحرق، نزل كل السموم وتضرب كل السموم الزايدة اللي في الجسم. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك وتشيروا الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.